احنا انا عايزاكي تقولي الو، علشان بما ان احنا بنتكلم عن المسؤوليه، احنا مكالمه دي من اكتر الناس اللي عندهم مسؤوليه في الفرقه، فقولي الو الو وانتي اعرفي مين. الو الو نهاليه نهله، ايوه عرفتي. صحي كده. عامله ايه عامله ايه يا نهله؟ نهله؟ الحمد لله تمام، كله تمام. منورانا نهله، كابتن الفرقه طبعا. ازيك يا نهله، كلميني عن عليا من وقت دخولها النادي الاهلي ووجودها معاكم في الفريق. طبعا يعني هي علي عارفه طبعا انا بحبها قد ايه، بس انا والله يعني انا بجد هكلمكم عن عليا، مش من ناحيه يعني حبي ليها والكلام ده، فلا يعني عليا من قبل ما تيجي الاهلي هي يعني كانت معايا في المنتخب برضه، انا كنت يعني انا الحمد لله كابتن فريق المنتخب، يعني هي من اللعيبه الملتزمه مش بتتعبني خالص، ولعيبه مجتهده يعني لعيبه دايما تحب تحسن من نفسها، ويعني لعيبه طبعا مميزه، يعني هي من الناشئات والشابات بتلعب في المنتخب ومن نادي الشمس طبعا، واحنا يعني عارفين الفتره اللي فاتت السنين اللي فاتت كان دايما المنافس بينا نادي الشمس، فهي يعني من زمان وهي عندها المسؤوليه ولعيبه يعني مجتهده يعني، فلما جت حتى معانا الاهلي ما خدتش وقت ان هي تدخل في الاجواء بتاعتنا يعني وقوانيننا والكلام ده. اندمجت على طول. بالظبط. عليا وهي كانت يعني بتقول احنا طبعا زملاء كلنا، فاحنا مع بعض من زمان يعني بقول لك في المنتخب، فهي يعني شخصيه جميله برضه. بصي عليا كانت بتتكلم شويه بقى على حاجه اكلمك فيها، بس انا عايز اعرف امتى زعقت لها مثلا، هل في مره اتعصبتي عليها او زعقت لها؟ انا يا علي عمري زعقت لها. لا 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 انا يا بنتي عمري لا والله. لا خالص. طيب انا مش بزعق يعني، انا مش بزعق لحد خالص من الفرقه، وكمان يعني ممكن طبعا الواحد في اوقات ممكن الواحد يتشد او حاجه لمصلحه الفرقه بنتكلم فيها، بس ما اعتقدش ان انا يعني حصل مني حاجه زي دي مع خالص يعني والله. هي اعترفت ان ما حصلش. طب هي كانت بتقول ان اوقات لما بيبقى فيه ابس اند داونز وبيحصل للفرقه بتبقى متضايقه، قالت نهله بتبقى معانا، بتعملي ايه في الاوقات الصعبه مع الفرقه؟ مسؤوليه برضو كبيره. يعني هي ممكن طبعا قبل البطولات كمان بالذات بيكون الواحد مهم جدا، يعني الفرقه تتجمع وبنتكلم في المشاكل، ايه ممكن لو في لعيبه مثلا في حاجه مش مريحاها طبعا بحاول يعني اريحها، في مثلا في وجهات نظر مختلفه مثلا ما بين اللعيبه في الملعب الكلام ده، بحاول طبعا اقرب الدنيا دي وبحيث ان يكون في الفرقه ما فيش اي مشاكل، كل اللعيبه تكون مستريحه نفسيا، يعني انا دايما عندي فكر كده ان هو انا لو اللعيب مستريح نفسيا فهو هيديني اعلى حاجه في الملعب. حقيقي. فانا دايما بشتغل على الحته دي يعني مع الفرقه، وهم بصراحه بيساعدوني يعني حتى لما بنقعد نتكلم يمكن يعني بتكلم معاهم في كل حاجه، هم بيساعدوني وبيكونوا متقبلين ويعني بتبقى الدنيا تمام يعني، فانا دايما بحب قبل اي بطوله داخلينها اي فاينل الكلام ده كله لازم بيكون في قعده كده، يكون كل واحد قال اللي جواه ويكون مستريح نفسيا محتاج ايه عشان يطلع احسن حاجه عنده، فبنتكلم في الكلام ده كله والحمد لله يعني. برافو يا نهله، ربنا معاكي ويقويكي طبعا على الفرقه، وهي اصلا عاليه مبتسمه، بصي بابتسامات لما بتسمع صوت صحابها بس بتبتسم غير كده. لا عاليه جميله، عاليه جميله، عاليه شخصيه جميله والله ولعيبه ممتازه يعني. نهله احنا مستنيين بطولات من الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تاخدوا كل البطولات السنه دي كلها ولا بطوله تقع. ان شاء الله. نورتينا ان شاء الله. شكرا يا سيدي. ميرسي ميرسي يا نهله.